السلام عليكم، معاكم دكتور أسامة الدمشيتي، مدرس استشاري جراحة الأورام. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا خاص بأمراض الثدي الحميدة. هنتكلم عن موضوعين مهمين، الموضوع الأول هو أورام الثدي الليفية، والموضوع الثاني هو التهابات الثدي وأسباب حدوثها اللي موجودة. الأول طبعا نرجو إن احنا نعمل سبسكرايب ونشارك قناة اليوتيوب علشان تقدروا تتابعونا ونستفيدوا بمشاركتكم معانا على اليوتيوب. والحاجة التانية يا ريت تشاركوا معانا على جروب الخاص بينا، لو في أي استفسارات ممكن نجاوب على طول عليها مباشر إن شاء الله. أول حاجة هنتكلم عنها هي الأورام الليفية بالثدي. يعني إيه ورم ليفي بالثدي؟ كتير جدا جدا بنلاقي ناس من قرايبنا موجودين جايين بيشتكوا إن هي بنت صغيرة موجودة جاية بتشك إن في كتلة موجودة في الثدي، وقال لها ده ورم ليفي. طيب الورم الليفي ده عبارة عن ايه، وايه هو العلاج اللي احنا المفروض ان احنا نستخدمه علشان نحل المشكلة اللي موجودة؟ اول حاجة هي الاورام الليفية دي حاجة بتحصل في السيدات او الانسات، البنات من سن 15 الى سن 25 سنة. طبعا هي دي في المراحل الاولى للنمو اللي بتحصل نتيجة زيادة هرمون الاستروجين، بيبدأ يحصل فيه نمو لنسيج الثدي عشان البنت الصغيرة خلاص تكبر تبقى أنسة موجودة. ففي بعض الأحيان بيحصل لخبطة في النمو في الغدد اللبنية الموجودة، فبيحصل فيه كتلة موجودة في الثدي. احنا طبعا لازم نكون عارفين دي اشهر اسباب كتل الثدي اللي موجوده اللي بتحصل. غالبا نسبه حدوثها بتبقى 10-15%، او بنقول ان كل 6 بنات منهم واحده هتمر بيها او 2 هيمروا بيهم خلال مراحل مختلفه مراحل حياتهم. الاورام اللي فيها طبعا دي من الحاجات الحميده جدا اللي بنحب نطمن الناس ان هي ما بتعملش اي مشاكل موجوده، ما بتعملش اي اورام خبيثه الا في مواصفات معينه وحدود ضيقة جدا جدا اللي بنخاف منها وبنقول ان احنا نستأصلها افضل. طيب هي ايه انواع الاورام اللي فيها بالثدي؟ الاورام اللي فيها بالثدي في اورام اللي فيها بسيطة، اورام اللي فيها بسيطة اللي هي سيمبل فايبر ادينوما، دي اورام اللي فيها مفيش فيها اي مشاكل خالص ومنخافش منها وممكن نتابعها الا اذا كان ليها اعراض او في اي مشاكل موجودة فيها. في اورام اللي فيها معقدة الكومبليكس فايبر ادينوما، وهي ديت يمكن اللي بيحصل فيها نسبة بسيطة من التحول لأورام لا قدر الله خبيثة موجودة بالثدي، ودي ليها مواصفات احنا بنعرفها عن طريق الأشعة، غالبا بنعرف طبيعتها ايه او عن طريق عينة الإبدة الموجود. او النوع الثالث الورم الليفي الضخم او العملاق، ده هو مش عملاق قوي يعني يحصل بيبقى فيه حجم كبير جدا، احيانا بيشغل معظم حيز الثدي، لكن بنطمن المريضه غالبا ان هي بعد استئصالها الثدي بيرجع طبيعي تماما، لكن بيفضل طبعا استئصالها علشان ما يحصلش فيها تحول اورام خبيثه موجوده. بفكركم طبعا قبل ما نكمل الموضوع بتاعنا، لو حد عنده استفسار خاص بالثدي او مشاكل الثدي يكتب في سؤال استفساره اللي موجود على الفيديو واحنا هنجمعهم كلهم وهنرد عليهم مجرد ما نخلص شرح الموضوع بتاعنا. طبعا التشخيص احنا ازاي بنشخصها؟ احنا الاول اول حاجة البنت داخلة اللي موجودة في العيادة، اول ما بنلاقي سنها صغير موجود من سن 15-25 سنة، اول حاجة بنبدأ نشك فيها ان هي ورم ليفي حميد. لكن هي ليها مواصفات، طبعا احنا طبعا بنطمن الناس ان معظم الحاجات اللي بتيجي في سن صغير هي حميدة، لكن برضو في الوقت الحالي ما عادش ان سرطان الثدي خلاص مرتبط بعد سن 40 سنة، لا في بعض الاحيان ممكن بتحصل في سن صغير لكن ده نادرا ما يحدث. ثانيا مع الفحص معانا الفحص باليد اللي موجود في العيادة، بنبدأ الاول نعرف الكتلة اللي موجودة دي طبيعتها، هل هي ورم حميد ولا خبيث. بالنسبة للأورام اللي فيها هي غالبا بنلاقي فيه كتلة مطاطية، الكتلة دي صلبة جدا بتتحرك بسهولة جدا في الثدي، مجرد ما نيجي نحطها نحط ايدينا اللي هي بتهرب من تحت ايدينا احيانا مكانها بيتغير في الثدي، عشان كده بتسمى فأر الثدي. دي حاجة بتبقى مميزة جدا ليها من وصف المريض عن الكتلة الورم الليفي او الفايبرو ادينوما اللي بتبقى موجودة في الثدي. طبعا من الحاجات كمان بعد كده اللي بتساعدنا في التشخيص بتاعنا بعد ما الدكتور بيشك ان هي خلاص هي كتلة موجودة وكل كل الاجزاء اللي موجودة هي اجزاء متساوية
مفيش اي اجزاء من المتشعبه منها للنسيج الثدي اللي موجود، بنبدا نطلب اشعه السونار على الثدي. عندنا بنعمل اشعه السونار على الثدي عشان نعرف هل هي متشعبه ولا لا، هل فيها اجزاء سائله ولا لا، هل فيها لا قدر الله اي شك في وجود اورام خبيثه فيها ولا لا. بعد ما بنعمل اشعه بنبدا نقرر هل هنعمل بنسبه الأشعة اللي موجودة معانا، هل هي حددت هي مايلة جيت إن هي ورم ليفي حميد ولا لا قدر الله حاجة تانية موجودة. إذا كان ورم ليفي حميد، المريضة لو إحنا هنتابع من غير ما نستأصلها بيفضل إن إحنا نعمل عينة بالإبرة الرفيعة الأول. بعض الأحيان لما بيكون حجمها ضخمة ممكن نحتاج ناخد عينة روكت. إحنا دايما في كتل الثدي اللي موجودة، دايما في كتلة موجودة في الثدي، لازم بنعتمد على ثلاث حاجات او التقييم الثلاثي. التقييم الثلاثي معنى ان احنا لازم نعمل فحص باليد، معنى ان احنا لازم نعمل اشعه سونار على الثدي، معنى ان احنا لازم ناخد عينه بابره او تستأصل كامله اذا كنا متاكدين ومطمئنين 100% ان هي ورم ليفي حميد. الحاجه كمان اللي لازم ننبه الناس ليها ان احنا لما يكون سن المريضه اقل من 35 سنه مفيش اي حاجه ان احنا نعمل ماموجرام. كتير جدا جدا من الدكاتره غير متخصصين، بمجرد ما المريضه تيجي تقول لها انا عندي كتله موجوده في الثدي، المريضه دي ممكن سنها 15 سنه ممكن 18 سنه، يوم جاي طالب على طول ماموجرام. ده طبعا ملوش اي فايده. اولا انت مش بتفيد المريض في حاجه، لان كثافه الغدد في الثدي موجوده عاليه جدا، فمش هيظهر اي حاجه موجودة في الماموجرام اللي بندور عليها اللي هي نقط الكالسيوم او المايكرو كالسيفيكيشن اللي بتدينا دلالة هي حميدة ولا لا. بالاضافة ان تكرار التعرض للاشعاع فترات متكررة، لو احنا تابعنا الفايبرويدنوما دي كل 3 شهور او 6 شهور بماموجرام، انت بتعرض للثدي نسبة اشعاع كبيرة جدا جدا، على ما المريضة توصل لسن الـ40 يكون في نسبة اشعاع جدا كبيرة فتحولها لاورام لا قدر الله غير حميدة. عشان كده الماموجرام احنا ما بنطلبهوش الا اذا كان سن المريض اكتر من 35 سنه، وده دايما احنا بنحاول دايما في المحاضرات نوعي الطلبه، حتى لو انت غير متخصص لازم تكون عارف ان الماموجرام في سن صغير ملوش اي قيمه خالص احنا نعمله. ولو احنا شكينا ان لا قدر الله في اورام خبيثه موجوده فيها او شكل الورم ليفي ده مش مطمئن، مش بنعمل ماموجرام، بنعمل اشعه رنين على الثدي، وده طبعا في اضيق الحدود مش بيطلب في كل الحالات اللي موجوده. طبعا بعد التشخيص بتاعنا حددنا التشخيص خلاص اللي موجود، لازم نكون عارفين ايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل من الفايبروادينوما او الورم الليفي الحميد. نسبة التحول لورم خبيثة هي نسبة ضئيلة جدا، لكن هي بتزداد في حالات الكومبلكس فايبروادينوما اللي هي الاورام اللي فيها المعقدة، او في حالات الفيليت تيومر او الجاينت فايبروادينوما، خاصة لو في ألم معاها او في تغير سريع في حجم الكتلة اللي موجودة. احنا ليه دايما بنقول ان احنا لازم في عينه؟ في بعض الاحيان في نسبه قليله جدا جدا بيبقى المريض مشخص قدامنا بالفحص وبالاشعه ان هو فايبروادينوما، لكن نكتشف بعد الاستئصال انها بتطلع لا قدر الله ورم خبيث موجود. فعلشان كده لو احنا فيها نتابع فايبروادينوما مش هنشيلها، لازم عينه بالابره، سواء هي كان واحنا حسينا بالابره او نكون عن طريق ارشاد عن طريق الاشعه الموجات بنسحب العينه بالابره. بعد ما بنحدد خلاص اكدنا فايبروادينوما بيبقى قدامنا كذا حل علاجي. الحل العلاجي الاول ان احنا بنتابع المريضه ما نعملهاش استئصال موجود، وفي الحاله دي لازم بنتابع الحجم حسب اللي موجود كل 3 شهور او 6 شهور بالفحص اليدوي باشعه السونار عشان نطمن ان مفيش اي تغيير في الشكل او في الحجم للفايبروادينوما. لكن لو لقينا اي تغير في الشكل او في الحجم، او اذا كان الفايبروادينوما حجمها كبير، حجمها ضخم كبير اكبر من 2.5 سنتي، او اذا كان في تاريخ مرضي في العيله والبنت متخوفه منها جدا وعملها توتر نفسي، في الحاله دي بنفضل ان احنا نستأصلها. الاستئصال الجراحي طبعا احنا بنحاول دايما نكون الجرح بتاعنا غالبا بشكل تجميلي، لو اتعمل بشكل بحد غير متخصص غالبا ممكن يبقى كذا فايبروادينوما، تلاقي البنت جايه في جرح موجود يمين وشمال وفوق وتحت. على قد ما نقدر احنا بنشتغل بنحاول نوفر الجروح وبنحاول نخليها في الاماكن التجميليه. الاماكن التجميليه ممكن تبقى من تحت الخط الثدي، ممكن تبقى حوالين الهاله السمراء او في الخطوط، مراعاه الخطوط التجميليه اللي موجوده في الثدي. وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا قدر الامكان
من بواصل القنوات اللبنيه علشان ما تاثرش على الرضاعه في البنت، لان غالبا هي ديت بنت سنها صغير موجود. لكن هي عامه عمليات استئصالها فيما عدا شكل تجميلي ملهاش اي مضاعفات تخوف، موضوع ان ممكن يحصل شويه التهاب او شويه دم تجمع مكان الجراحه اي حاجه، كل دي مضاعفات بسيطه مفيش منها اي مشاكل وهتخف على طول ان شاء الله. ده بالنسبه للعلاج الجراحي اللي موجود في بعض الحاجات الجديده اللي هي ظهرت، فاكوم اسيستد اكسجنال بايوبسي، ده عن طريق اللي هو جهاز تحت السونار بيتم سحبها عن طريق جهاز شفط معين من غير فتح للفايبر ادنوما اللي موجوده، وفي بعض الاحيان بيتعمل لها كي بالتبريد او بالتجميد كرايو ابليشن في مكانها من غير اي جراحه موجوده. بس الى حد ما دي مش بتوفر الباثولوجي الكويس قوي، لو طلع فيه لا قدر الله مشكله في التحليل بتاعها غالبا في مشكله في حزام الامان او في نوع ايه اللي موجود بالظبط، ودي حاجه وارده بتحصل حتى لو نسبتها 2 او 3% ان يطلع الباثولوجي مختلف عن الشكل الكلينيكي او الشكل اللي موجود في الاشعه، لكن وارد برضه ان هو يحصل. ده بالنسبه للفايبر ادينوما. الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهارده وحاجه متكرره جدا وبتبقى من الحاجات الحميده اللي ممكن تحصل في الثدي هو التهاب الثدي، ودي حاجه من الحاجات المتكرره اللي بنشوفها كتيره جدا معانا ان يحصل فيه التهاب في الثدي موجود. التهاب الثدي ده حاجه كتيره بتحصل في البنات في معظم سن الشباب، غالبا في سن بعد مرحله الحمل وفي مرحله الرضاعه ده اكتر وقت ممكن يحصل فيه. لكن دايما احنا بنقول اهم حاجه نستبعد ان في التهاب سرطاني موجود، وده غالبا مش اكتر الاحيان انه بيحصل اثناء الرضاعه. اكتر حاجه بتحصل اثناء الرضاعه غالبا هو حدوث احتقان في الثدي، وبعد كده ممكن يتطور لحدوث تجمع صديدي او خراج بالثدي. طيب ايه هو موضوع الالتهاب اللي بيحصل؟ غالبا طبعا ان اعراضه بنلاقي البنت لسه خارجه من مرحله الولاده، لسه بترضع بقالها 15 يوم او شهر او شهرين او 3 شهور، لكن بدا يحصل فيه الام جامده في الثدي، بدا يحصل فيه احمرار جامد في الجلد، بدا يحصل فيه احيانا كتله، بعد كده بدا يحصل فيه سخونيه الجسم، في درجه حرارته بتعلى جدا، عياء مع صداع، بنبدا على طول تشتكي ان في مشكله، انا عندي مشكله، فبتبدا تلجا للجراح علشان يشوف ايه السبب الموجود. طبعا لو جينا دورنا على السبب بتاع الحاجات اللي حصلت دي غالبا هو حاجه من حاجتين، يا اما الام مش بترضع بشكل سليم، سواء ان هي بيتم رضاعه من الثدي غير كامله وبعدين ترضع من الثدي التام بشكل غير كامل، فبيحصل فيه احتقان جامد في الثدي. الاحتقان ده بيعمل ألم جامد، بيعمل تقل في الثدي، أحيانا يحصل فيه تجمع لللبن، يحصل فيه نشاط للبكتيريا فيبدأ يقلب بصديد، تجمع صديد أو خراج بالثدي. أو الحاجة التانية إن بيحصل فيه انسداد في إحدى القنوات اللبنية اللي موجودة، فبسبب تراكم اللبن في جزء معين سيكتور معين من الثدي فيبدأ يحصل فيه تجمع صديدي موجود. طيب إيه هي الحاجات اللي ممكن تعرض إن ده يحصل فترة الرضاعة؟ اول حاجه هي تشققات الحلمه. تشققات الحلمه دي حاجه كتير جدا بتمر بيها معظم البنات في اول تجارب الرضاعه، في اول طفله او اول طفلين ممكن تعدي بيهم، ودي غالبا هنشجع الام دايما ان هي لازم تكمل الرضاعه. لو ما كملتش الرضاعه ده بيعرض بمشكلتين، المشكله اللي هي ان لبن في لبن راكد او احتقان في الثدي، بالاضافه ان بدا يحصل فيه كمان الشق اللي موجود اللي هيبدا يسهل الطريق على البكتيريا انها تعمل الالتهاب اللي موجود. عشان كده لو في اي حاجه موجوده حصل فيه تشققات في الحلمه ما تكسليش انك ترضعي، لا كملي رضاعه طبيعي خالص، حاولي تضغطي على نفسك، هناخد حاجات مضاده للالتهاب، هناخد مسكن، بس هتكملي في الرضاعه بحيث ان احنا نحاول نمنع ان يحصل فيه احتقان او التهاب بالثدي. طبعا في بعض الاحيان ارتداء حمالات ضيقه مع الرضاعه بيبقى مشكله، احيانا بعض السيدات دي نادر جدا انها بتحصل عندها في تدخين فبيحصل في المناعة بتقل شوية أو بيزود نسبة حدوث التهابات الثدي اللي موجودة. طيب إحنا بنعالج إزاي؟ طبعا هي أول حاجة إن إحنا بنستخدم أول حاجة لو المريضة جاية في مرحلة إن هو في احتقان لثدي لسه ما حصلش فيه تجمع صديدي، بنبدأ ندي حاجات مضادات حيوية ومضادات التهاب ومسكنات، وبنبدأ نقول للأم على الحاجات المهمة اللي هي لازم تعملها أثناء الرضاعة علشان تمنع حدوث خراج أو صديد بالثدي.
الحاجة التانية لو بدأ يحصل فيه تجمع صديدي موجود في الثدي بنلجأ إن احنا نضطر، لو هو حاجة لسه تجمع بسيط ممكن بناخد محاولة إن احنا بنسحب بسرنجة، أو الحل التاني إن احنا بنفتح خلاص الجزء اللي موجود ده وبنحاول تفريغ على طول الخراج اللي موجود علشان نحل المشكلة اللي موجودة. طبعا هي الوقاية بالنسبة لموضوع التهابات الثدي فترة الرضاعة هي ديت الأهم ودي الأسهل بكتير جدا منها. أول حاجة إن احنا لازم يحصل فيه فراغ للثدي بشكل طبيعي كامل مع الرضاعة، لازم لو احنا هنرضع من الثدي لازم نفضي الثدي كاملا قبل ما ينقل الطفل على الجهة التانية. الحاجة التالتة ان لو فضل فيه الطفل رضع وشبع ولسه فيه سرد مليان لازم يحصل فيه انها بنقول للأم تعصري الثدي او تفرغ الثدي كامل بحيث الثدي يفضل مبقاش فيه اي مشاكل موجودة فيه ولا اي حاجة. طبعا بالنسبة دي اهم المشاكل الموجودة اللي هي الحاجات الحامضة اللي ممكن تحصل في الثدي، الأورام اللي فيها أو التهابات الثدي. في نوع تاني من الالتهاب اللي بيكرر بيحصل في الثدي حاجة اسمها جرانيتس ماستايتس أو الالتهاب المزمن بالثدي، ودي حاجات من الحاجات الرخمة جدا جدا في العلاج. بتلاقي المريضة عدت على كذا طبيب كل شوية بتروح بخراج بتفتحه واحد تاني تفتحه وتالت وسردها ما بيخفش لدرجة إن هو بيبدأ يعمل بعض الخراديج موجودة متكررة أو ناسور أو الجيوب المليئة بالصديد موجودة في الثدي ما بتخفش خالص منها. لكن دي غالبا احنا بننصح المريضة ان هي متلجاش لاستئصال الحاجات اللي هي المزمنة اللي موجودة دايما، مجرد بس تفريغ ان لو في صديد يفرغ، ودي غالبا بتاخد لها مدة من سنة لسنة ونص مع العلاج بعض مضادات الالتهاب او بعض انواع الكورتيزون في بعض الاحيان، احيانا في بعض مضادات حيوية ضد الضرر بتجيب نتيجة معاها. لكن غالبا بنعرف الام بنطمنها ان هي في مدة سنة او سنة ونص غالبا سيلف ليمتنج ديزيز هو لوحده هيقف من غير اي علاج من غير اي حاجة، فما تعمليش جراحات تشوه الثدي. او في بعض الاحيان بيبقى في ناس متسرعه شويه بيلاقي الثدي كله عباره عن كتله صلبه فيشيل نسيج الثدي كله اللي موجود، ده طبعا كله غلط، ده كله بيرجع طبيعي بعد كده. احنا خلصنا النهارده الموضوعين المهمين اللي احنا نتكلم عنهم بالنسبه للامراض الحميده اللي ممكن تصيب الثدي معاكم. لو في اي اسئله هنقرا الكومنتات بتاع الناس المشاركين، لو حد مع اي سؤال ممكن يكتبه هنرد عليه دلوقتي معاكم اول باول. روضة الرحمن بركة وسلامة، وشكرا لحضرتك جدا الناس المتابعة معانا باستمرار أستاذة روضة الرحمن. مس سهى ربنا يجزاك ويعمل بارك في حضرتك، شكرا جزيلا مس سهى ربنا يكرمك ويديك الصحة. أستاذ محمد إبراهيم منور يا دكتور أسامة ربنا يبارك حضرتك بالتوفيق دايما إن شاء الله، شكرا جزيلا أستاذ محمد. وفاء منور يا دكتور أسامة ربنا يزيدك من، شكرا جزيلا يا وفاء مشكرة حاجة جدا ربنا يخليكي. صمد إبراهيم حضرتك دكتور محترم الله يكرمك يا رب، تسلم أستاذ صمد ربنا يكرمك. يا مولاي منور دكتور أسامة بالتوفيق دايما يا رب، شكرا جزيلا دكتور هام. احنا كل ده الناس بتكتب كومنتات انا مش شايف لسه اسئله خالص، كان في ناس امبارح قاعده مستنيه وجاهزه ان هي في هتسال اسئله عن موضوع تليفات، لكن الاسئله اللي هي المتكرره دايما اللي هي الناس سالوها امبارح حتى قبل ما نعمل فيديو، دكتور اسامه احنا عندنا في ورم ليفي موجود في الثدي، بنتي عندها 24 سنه، هل استأصلها ولا لا؟ احنا بنقول استئصال ولا لا على حسب حاجات معينه، هل هو في اولا تاريخ مرضي في العيله ولا لا، حجم الورم الليفي اللي موجود حجمه لو هو بنقول حجم 2.5-3 سنتي غالبا بنقول ان احنا يفضل ان احنا نستأصله. الحاجة الثالثة هل هو في ألم موجود مرتبط بالكتلة نفسها ولا هو الألم موجود في كل سد، لو مرتبط بالكتلة ممكن نستأصلها، لو هي حجمها صغير على سبيل المثال فيبقى حجمها سنتي أو نص سنتي أو في الحاجات الصغيرة دي بنقول ان احنا ممكن نتابع، ملهاش لازمة الا اذا كان معاها حاجة كبيرة، كبير ممكن الكبير والصغير الشيء اللي يكون صغيرة قوي ممكن نتابع الاول فترة ونتابع حجمها بسونار تاني بعد 3 شهور أو 6 شهور قبل ما نشيلها. وزي ما قلنا احنا الدكتور لازم يطمنك الاول ان هي شكلها واضحة والسونار واضح معانا، ممكن ناخد عينة بالابرة لو هي ظاهرة معانا، والظاهرة بنتابع كل 3 شهور بسونار ونشوف الحجم محتاجة تتشال ولا لا. في حد معانا كتب سؤال نور القرآن، دكتور أسامة هل أكياس البطانة المهاجرة في آخر الأمعاء محتاجة جراحة؟ هي طبعا لو عاملة البطانة المهاجرة من الحاجات اللي بتبقى ليها مشاكل كبيرة جدا، أحيانا التضخم بتاعها أثناء البريود أو الألام بتاعها أثناء البريود بتعمل ألام شديدة جدا تخلي إن احنا نلجأ الجزء ده نشيله، في بعض الأحيان ممكن تعمل كتلة، الكتلة دي على سبيل المثال في المبيض أو في الأمعاء لو هي ضغطة
هي وجودها في الأمعاء طبعا دي من الحاجات النادرة، مش الحاجات الشهيرة جدا، لكن لو سببت دي في الأمعاء أو بوادر انسداد موجودة أو بدأت تعمل كتلة كبيرة موجودة، ده ممكن يعمل انسداد في الحالة دي، يفضل استئصالها تماما. وده أعتقد مفيش عليه خلاف، إن هي لو في على سبيل المثال كولونيك اندومتريوزز أو اندومتريوما وعامله مشاكل موجوده في القولون على طول باستمرار، المفروض تتشال. واحنا يمكن شفنا حاله زي دي الاسبوع ده، عامله دي جامد جدا في القولون، حتى لدرجه ان المنظار مش معدي والعينه طالعه فعلا اندومتريوما اللي بطانه رحم مهاجره. لو حد عنده سؤال تاني اعتقد ما عادش في اسئله موجوده. اشكركم لاستماعكم لينا، ولو حد عنده اي سؤال اما يكتب لنا على الجروب على رسائل الصفحه او يكتب لنا في كومنتات أو يشاركنا في الجروب، بنفتح بندي فيه وقت مفتوح على الجروب، اللي عايز يسأل أي استفسارات موجودة هنبقى معانا لمدة ساعتين متاحين، ورا بعض نرد فيهم على الناس الموجودة. شكرا جزيلا لكم، نشوفكم على خير إن شاء الله.